بسم الله. الكائنات او الاوبجكت في برنامج البلندر، لو انا عايز اعمل اوبجكت جديد باجي من كرييت وابدا اختار الاوبجكت اللي انا عايزه، مثلا السلندر. اول ما بختاره بيديني اختيارات، عايز الفيرتيكال قد ايه، وعايز الراديوس قد ايه، والديبس بتاعي قد ايه. خلي مثلا الديبس 3، الراديوس خليه مثلا 1، تمام. وممكن بعد كده انقله زي ما انا عايز، تمام. ولو انا عايز اربط اوبجكت تو اوبجكت ببعض ببدا اتحرك كده، فدي بتظهر لي كل العناصر اللي موجوده في قلب المشروع. يعني ده الاضاءه اللامب، ده الكاميرا، تمام، ودي الكيوب والسلندر. لو انا عايز اخلي السلندر تابع للكيوب يبقى هعلم على السلندر واسحبها احطها في قلب الكيوب. لما اجي افتح الاقي الكيوب تحتيها السلندر. طيب لو انا حركت الكيوب هلاقي السلندر برضو بيتحرك معايا. طب لو انا عايز ابدا اعدل في العنصر دوت، انا دلوقتي اوبجكت مود، لما بتعامل مع العنصر ككتله واحده ممكن اقول له اديت مود. فكده دلوقتي انا اقدر اعدل في اجزاء من العنصر. هدوس الت عشان ما يبقاش عامل سيلكت لاي حاجه خالص. عندي 3 انواع، عندي ممكن اعدل في نقطه بس، او في ايدج حافه من الحواف، او في فيس اللي هي الوجه. ممكن اقول له نقطه، اسلوب التحديد من عند حرف الاي ده بيحدد كله، وده انا مش عايز دلوقتي. حرف البي ده برسم مربع او مستطيل، اللي النقطه اللي هتيجي معايا هي دي اللي هبدا اتحرك معاها. ممكن اختار كذا نقطه، يعني حرف البي وابدا اختار نقطتين مثلا وابدا احرك النقطتين مره واحده، تمام. او ممكن اختار سي، ده اي حاجه هلمسها هتيجي معايا واحركهم كلهم بعد كده مره واحده. او ممكن اختار ايدج اقول له ايه عشان ما يبقاش مختار حاجه خالص، ايدج، واختار حرف البي وارسم مستطيل كده، واي حاجه تبقى معايا هي دي اللي ابدا اتحرك بيها. او اقول له انا عايز واجهه وابدا بي واختار الواجهه اللي انا عايزها. ممكن اختار بالبي او بالسي،